يعني يمكن آخر واحد يتهم بتعيين مستشارين مع كل احترام وتقدير وافدين وخالد الرضا. شايف الكاميرا ربع كلهم هني. وزارة التجارة كان هناك 7 كويتيين وغير 9 غير كويتيين. هيئة عامل الصناعة كان 18 16. هيئة تشجيع الاستثمار 1 ب2. هيئة أسواق المال 3 ب5. صندوق الوطني 4 كويتيين 9 غير كويتيين. جهاز حماية المنافسة 3 ب3. وهني في أمر جلي يجب أن يكون واضح. أنا لا يمكن أحط حق قياداتي وأقول لهم اختار هالمستشار ولا هالمستشار، ولكن يعلمون تماما أن أنا واحد مع العنصر الوطني وأفخر فيه. بوقتي 13 كويتي 3 غير كويتيين. أنا أتكلم على الجهاز وأتكلم على الوزارة بشكل عام. هيئة عام الصناعة 10 ب1، هيئة تشجيع الاستثمار 2 ب1، هيئة أسواق المال 6 ب1، صندوق الوطني 2 ب5، جهاز حماية المنافسة 3 ب2. أنا قاعد أحارب الكفاءات الوطنية ولا قاعد أشجعها؟ أتمنى هذا الموضوع ردينا عليه. أما تأتي بأوراق بيضة يا أخوان يا نواب الأمة، أحكم أرجوكم أكلم ضمائركم. هذه أوراق شيء استعانة، شيء واضح، شيء مو واضح. وجاوبت أغلب النواب على المستشارين.